كده احب بقى اعرف المشاهدين بيكو. تعرفني بنفسكوا كده. انا اسمي مينا ثروت من محافظه سوهاج مدينه طهطا ان شاء الله. خريج كليه صيدله تمام وعندي 31 سنه. طبعا بعد ما اتجوزت وفتحت الصيدليه وكل ده يعني اتجهت للفن. قلت لا مش كفايه يعني، فاتجهت للفن ودرست مزيكا، وحاليا انا في طريق ان انا اتخرج من جامعه في لندن كوليدج اوف ميوزك، وملحن وموزع. رجعت لحلمك تاني. درست صيدله ورجعت لحلمك تاني. بالظبط كده. كارلوس ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. خارب التيك توك. والله خارب التيك توك. عامل ايه يا كارلوس؟ والله بجد انا ممتنه لموهبتكم جدا، عاجبني قوي اللي انتوا عاملينه. انا عايزه اوضح للمشاهدين ان الاغنيه كلماتكم والحانكم وكمان غناكم. توزيع مينا ميلاد بحب اشكره عليه. يا كارلوس انا حابه دلوقتي اتعرف للناس نفسك، وبعدين بقى ندخل نشوف الحته السنس اللي عاجبني قوي عندك في التيك توك وانت مبهدل بيه الدنيا. انا اسمي كارلوس اسماعيل، 26 سنه من محافظه سوهاج مدينه طهطا. بغني على تيك توك وعندي تشانل على اليوتيوب وبيج على الفيسبوك. على تيك توك زي ما انت قلتي يعني انا عامل هاشتاج باسم الحان مهرجانات. الفكره جات لي من ايام كورونا والحظر لما كنا قاعدين فاضيين. هي كورونا دي خلت الناس كلها بالظبط كده تيك توك. لا هو مينا فعلا كارلوس فعلا ما يمنعش انك فنان جامد كبير يعني. ميرسي شكرا. بس فاحنا بنسمع على السوشيال ميديا والتيك توك والفيسبوك المهرجانات انتشرت اليومين دول. هي فن كلنا مش بنختلف عليه، في ناس بتحبه وفي ناس بتكرهه، بس انا لقيت يعني وانا قاعد كده ان كل ما بسمع مهرجان مثلا انا عارف ده اللحن شبه حاجه يعني صحيح في دماغي. طب ما تسمعنا حاجه. حاضر. في مثلا يعني مهرجان كان اسمه يا صاحب ورا الستاره لمسلم وفيلو. المهرجان كان بيقول كده مثلا: يا صاحب ورا الستاره الكل عينه عطاره، طب اجيب منين سلكين يمكن الاقي بزاره. ده طبعا لما سمعته حسيت انه شبه اغنيه لحمزه نمره اسمها مع السلامه، كانت بتقول كده: والله يا ميت خسارة الأسوأ ما هي الشطارة. أيوة صح. ودنه فيك رحمة يا دنيا طيب إيه الأمارة. هاي زكايا هاي هاي. لو سألنا بقى الترند، أنا أسف يا مينا يا كارلوس، لو سألنا بقى على الترند هنروح لدكتور مينا. أهلا وسهلا. الترند بقى احكي لي بقى، نمت وصحيت لقيت نفسك ترند إزاي؟ انا كنت بقى يعني بلعب بتسلى يعني، فكنت بسجل اغنيه ذهب الليلو بصوت الفنان الكبير طبعا حسين الجسمي. بس نمت وصحيت لقيت الفيسبوك مقلوب والسوشيال ميديا مقلوبه، وبعد كده طلعت في احد القنوات الفضائيه اتكلموا عن الموضوع ده يعني. تمام يعني. طب نسمع بقى، سمعنا كارلوس نسمع بقى. هو ساعتها انت قلدت حسين الجسمي؟ قلدت حسين. هتعمل ايه المره دي؟ هو هيسمعنا بقى، هيسمعنا. براحتكم، عايزين اقلد تاني حسين الجسمي؟ عايز ادخل في انا عايز اسمعها تاني. عايز المشاهدين فعلا يسمعوها تاني. حاضر. تحية كبيرة طبعا لأهالي سوهاج وللفنان حسين الجسمي. طبعا البيانو بس بعد إذن البيانو؟ البيانو. تمامي؟ طب ممكن تشتغل لنا حاجة على الجيتار كده يا دكتور مينا؟ مفيش مشاكل. بس لو يعمل ذهب الليل صح؟ اوكي. طب شغل كده يا معاك. ماما قالت له سيب القطة خليها في حالها، ساب مدرسته رمى كراسته وراح جر شكلها. راحت القطة مخربشة ايده لما مسك دلها، وادي جازة اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها. في حاجه تانية كنت مجهزها برضو، تخيلت الفنان محمد منير هو مثلا معزوم على عيد ميلاد وطلبوا منه ان هو يغني في عيد الميلاد. طب هنطلع فاصل دقيقه ونرجع نسمع محمد منير. فاصل ونعود. Thank you.
ليلي عيني ليلي يا 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 ليلي يلي حضنك هو نفسه حضن أمي يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا يلي مهما بعدت عنك جوا دمي يلي حبك عندي حاجة مش عادية كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا ناس كتير قالوا لي غني غنوة ليها بس مهما كان غنايا مش كفايا رغم ايام احنا صعبة عشت فيها بكرة ادري ان ابني فيكي الف قصر يلي بتقولوا انها راحت عليها اسألوا كتاب التاريخ من هي مصر يا 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 حرام عليك والله برافو برافو هايل برافو برافو هايل هايل شكرا ميرسي دكتور مينا أيوة عايز اسمع حاجه بقى ليك انت حاضر انا في الاغنيه بتاعت شكرا ما تكفيش بتاعت اعلان مجدي يعقوب الدكتور مجدي يعقوب طبعا ربنا يبارك فيه ويديله الصحه يا رب هنعمل شكرا ما تكفيش إحساس من القلب إحساس أكبر من كلمة حب إحساس إن أنت معايا ده دايما بيطمني وفي وقت الجد بيت كل سند وإيديك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما تخليت يوم عني في ناس بتضحي براحها عشان الباقي يعيش لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش في ناس بتضحي براحها عشان الباقي يعيش لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش ما تكفيش شكرا ما تكفيش شكرا ما تكفيش ولحسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نهتز يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها واقف للصبر زي الجندي اللي واقف في الحرب ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش ما تكفيش شكرا ما تكفيش شكرا
ما تكفيش. كفيش. والله شكرا ليكم انتوا والله فعلا حيلين في وقت يعني انتوا طالعين شباب زي الفل في وقت بجد يعني ودنا بقت بتسمع اغاني يا ساره حاجه رهيبه رهيبه. طب انا بقى هقول لك كمان حاجه عند كرولوس يا ريت كرولوس ما تبدل لنا كده على الحلو. ودنه جميله كرولوس انا لاحس ان هو يعني ودنه عايزه حاجه بسيطه الله. عشان عايزين نختم بقى ان شاء الله بلاستيك بدكتور. تمام انا كنت عامل على تيك توك فيديو كده اغنيه محسود على عودك بتاعت عمرو دياب واولني كلام بتاعت تامر حسني فتخيلت لو بدلنا اللحن بتاع الاستاذ عمرو دياب والاستاذ تامر حسني هيبقى كده ازاي يعني اغنيه محسود على عودك بتقول كده هتبقى بلحن تامر حسني محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل مواويل اغنية تامر حسني بقى لو كانت اتلحنت بلحن عمرو دياب بتاعت محسود هتبقى كده أولني كلام أول مرة أقوله ما بقتش أنام الليل بطوله أنا روحي فيه ما أقدرش أخبيه وهداري ليه قلت اللي في قلبي فنان فنانين بجد ما شاء الله. سمعنا بقى منير منير عشان انا بصراحه عايزه منير في التقليد لان دكتور مينا فظيع ما شاء الله عليه في التقليد انا تخيلت بقى زي ما قلت لكم استاذ محمد منير لو هو في عيد ميلاد وطلبوا مني اغني اغنيه حلو قوي فهيعمل كالتالي بيانو يلا حالا بالا بالا حيوا ابو الفصاد هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد فليحيا أبو الفصاد هايل 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 طبعا طبعا عايزين نعيد أول أغنية لأن تقريبا جمهورك عايز يسمعها تاني فادونا أول حتة منها كده مع الميوزك أوكي أوكي جاهزين؟ جاهزين المايك هنبدل ماشي مايك بقى معاك يا كرولوس ومين معاك ممكن تحطه في ال تمام خلي ادي مايك لكرولوس يا مينا وانت مايك بتاعك تمام اوكي الاول الاول عشان بنات الاول الاول من يوم ما وعينا لقينا بلدنا بلد الذوق الناس من كل مكان بتجيلها والفن بتحن من يوم ما وعينا لقينا بلدنا بلد الذوق والفن والناس من كل مكان بتجيلها والفن بتحن من يوم ما بنستذوق على الغنوة الحلوة بنتذوق وعلى نغمتها بنسترزق في سهرتنا وناس وحب في أحزاننا معانا وفي أفراحنا تكون سبقانا وفي انتصاراتنا ويانا وقلوبنا وعقولنا بترن فنورسنا من أجدادنا ونسلم بكرة لأولادنا دورنا نحافظ على صوت ونبني عليه الفن رسالته إنه يبنيك دوره يأثر فيا وفيك مبدأنا وبكرة ولادنا هيكبروا بيه طول عمرنا مصدر للتجديد والكل جديد نتشد عمرنا ما منعنا فن بعينه مش بنسكت حد طول عمرنا مصدر للتجديد والكل جديد نتشد مع الموهوب في بدايته بنشوف نفسنا جوه مرايته في ظهره سنندب حكايته عمرنا ليه ما وقت الحلقة
وفعلا الفن رساله يبني فيا وفيك، واستنونا ان شاء الله مع جدة حلمك. سلام.